حضرتنا هلا هاي عن الار دي اف اي، طبعا هاي محاضره فيها براكتس. بالمناسبه احنا المحاضره اللي قبلها كانت عن اللينك داتا، المحاضره اللي قبلها كانت عن شو الفيجن تاع السيمانتيك ويب، مزبوط. هو هاي محاضره استكمال لها. بتعرفوا كمان المحاضره اللي قبلها كانت عن ايش؟ عن الويب 2.0 ماشابس، واكتشفنا في الويب 2.0 ماشابس انه مشكله الداتا انتجريشن. بعدين بلشنا نشوف شو الفيجن تاع السيمانتيك ويب، اخذنا في اللينك داتا كيف انه لازم نربط تو انتيتيز ان ديفرنت داتا سيتس. هلا نشوف اليوم كيف ممكن هيك هدف المحاضره براكتيكالي وكونسبت، كيف ممكن نكتب HTML pages، نعمل يعني نبني صفحه ونحط بقلبها اشي صغير جدا، اشياء صغيره جدا، بحيث انه بعدها بتصير الدات، بصير الويب سايت اللي عندك ستراكشر. It's very practical. اوكي طبعا هذا زي ما نقول كل مره، تقدروا تتفرجوا على السلايد، تنزلوا السلايد وتتفرجوا فيديو على هاي المحاضره من موقع الكورس. شو هي ال ار دي اف؟ عندك ال ار دي اف از ستاندرد دبليو 3 سي ستاندرد، كمان ال ار دي اف اي از دبليو 3 سي ستاندرد، مش قانون جلوبالي، ما بنسميش شيء قانون، بنسميه ستاندرد، بصير في ستاندرزيشن. هلا كيف ممكن نحقق الفيجن تاعت السيمانتيك ويب؟ هيك باختصار، هذا الستاندرد اجى عشان نحقق الفيجن تاعت السيمانتيك ويب. الفكره انه بنضيف اشياء تاكس داخل الـ HTML بتصير الان ستراكشر داخل الموجوده بصير ستراكشر. بدنا نضيف اليوم بس شغلتين صغار، بدنا نضيفهم داخل الـ HTML نتعلمهم، بعدين بصير الداتا، بصير الويب سايت تبعنا صح، اليوزر شايفه انه ستراكشر داتا، بس هو البرنامج الكمبيوتر المشين تقدر تشوفه ك ستراكشر داتا. يعني مثلا عندنا هاي نوع جدول موجود على ويب بيج، خير نفسنا انه هذا الجدول لما نشفط البيانات اللي فيه نقدر ايش نساوي؟ ناخذها كستراكشر داتا. على فكره بسال سؤال، هاي HTML بيج، انا منكم شاطر بالبرمجه؟ كلكم تقدر تكتب كود تعمل اكستراكشن لهاي لهذول؟ طلع انا بعطيكم تكست فايل في هذول، تقدر تعمل بارسر لحاله يعرف انه هاي تايتل لايفنت وهذا مكان الايفنت وهذا كذا وكذا وكذا، تقدر؟ لا صعب. ليه؟ محمد بقدر وانا بقدر. لا بصدق يعني اعطيك تكست ماشي تقدر كثير بدك شيء مثلا بدك شيء، بشوف هذا السيمبل اللي بعده بيكون التايتل تاع الايفنت، بين قوسين طلع بين قوسين اللي بعدها بيكون مكان الايفنت انتر، اللي بعده بيكون كذا، اللي بنحاول. طيب بس هيك بكون انت بدك تكون عارف كيف ترتيب الداتا يعني. طبعا لا لا لا، انا بحكي بارسر على اي HTML، انا بحكي اعطيكي فايل محدد ستاندرد وانت تعملي له بارسر، تقدر. وين المشكله بس؟ هلا انت بتبني البارسر تبعك، هاي الاكستيميل تبعتي، هاي الاكستيميل تبعتي بيشتغلش على ايش ثاني؟ طب افرض ان انا غيرت الاستراكشر تاع هاي الويب سايت، راح البارسر صح؟ طب هل في طريقه من كل الناس يا جماعه، قانون اذا بدك ستاندرد، في طريقه من كل الناس انه لما تكتبوا HTML اكتبوه بالطريقه التاليه، بحيث انه اذا تغير اذا حتى لو انك غيرت اللي اوت تبع الويب بيج تبعتك بارسر تبعك بضربش. هذا هو بطريقه اخرى شو مبدا الاستيميل. لو عملت
فيو سورس لهي الويب بيج بتلقى انه مكتوب في شغلات في تاكس جديده تنحط داخل ال HTML. على فكره هذا الستاندرد لوج الا على ال XHTML 4 وما بعده، بيزبطش على ال HTML 3 و 2 وهذول. جوجل ويب ماستر جايد شو بيسوي، شو بيعلق على ال RDFA؟ بيكون RDFA can be roughly viewed as a way to label content to describe a specific type of information such as restaurant review, event, person. يعني احنا we are annotating باختصار labeling annotating التكست اللي موجود في الويب سايت. في عنا كل انتيتي لها بروبرتيز، فبنحط الانتيتي التايب تبعها البروبرتيز تبعتها الى اخره. عشان نعمل هيك زي ما قلنا قبل شوي انه احنا في عندنا بالاكس اتش ال اكس اتش تي ام ال تاجز. على فكره شو الفرق بين الاكس تي ام ال والاكس اتش تي ام ال؟ في ستايل شيت ممكن بتاع الاكس ام ال ساعدوني. الاكس اتش تي ام ال مور ريستريكشنز، لازم تسكر توب يعني اكس اتس اول فورم اكس ام ال فايل بالاخر بتصير. ففي عندنا شيء بنسميه ديف وسبان، تعرفوهم؟ في الاكستيمل. فالديف والسبان هم فيهم بنحط هلا التاكس. هاي انا صح. على فكره صفحتي انا الشخصيه www.gerard.info اذا بدكم، اذا بتعمل مش كل الصفحه بس للببليكيشنز مكتوبي، اللي هي هاي الصفحه مكتوبي في ار دي اف اي. اذا وين راح على اليمين، كان على اليمين بس شكله ما مشطوب. في مطرح اذا بتعمل عليه كليك هو لحاله بروح وبعطيك كل الداتا اللي هو بعطيك اياها ايش؟ ار دي اف. شو يعني شو الداتا اللي هو؟ عندك هاي ارتكل، يعني عندك هاي المعلومه عن ارتكل صح؟ بدي احكي هذا المؤلف تبعها، هاي التايتل تبعتها، وين انتشرت؟ في المطرح الفلاني، هذا المؤتمر وين؟ او الناشر كذا كذا، في انو سنه، في انو تاريخ. وهي نفس الشيء مؤلفي قد يكون اكثر من مؤلف، هاي التايتل، هاي اسم الكتاب اللي طلعت فيه، هاي اسم المؤتمر، هاي في من صفحه كذا لصفحه كذا، الاي اس بي ان تبع مش الارتكل تبع الكتاب اللي طلعت فيه الارتكل، وهلم جر والمكان اللي صار فيه المؤتمر والتاريخ، وهلم جر لو تسحبهم كلهم تشفطهم تلقاه في ار دي اف. اعمل فيو سورس اذا بدكم، فيو سورس بجيب لك مثال. هاي احدها بتقول فبلش انتبه شايفين هاي الضغط الصغير، هاي شو بالاشتمال لست ال اي صح، هاي ال اي هاي عم حدا من هون وتحت منيح. ديف يعني كل واحد من هذول عباره عن ديفيجن. هاي الديف في الديف هاي انا في عندي اول شيء داخل التاب شو هو؟ type of type of تعرفوا شو type of؟ type of equal اللي هي ال RDF type اللي بتاعت ال RDF اللي بتعرفوه. بعدين BT نقطتين فوق بعض in proceedings، هاي شيء اسم لكلاس ال يعني مع اخر هيك. هلا بدي اقول انه في عندي يا جماعه انا هذا ال division بده يحكي عن شيء، هذا الشيء الطايب تبعه شو هو؟ ان بروسيدنس يعني ينتمي للكلاس انستانس لا هذا الكلاس. والريف اللي هو اليو ار اي تبع اللي بدي احكي عنه. يعني انا هلا فتحت ديف بدي احكي عن هذا الشيء التايب تبعه، بعدين ببلش اكتب اتش تي ام ال عادي. هلا افرض وصلت مرحله او نقطه بدي اقول انه بلشت هذا كله حفي فكره هون في شيء كله ريال اتش تي ام ال. بعدين هاي بقول مثلا هون ديف هاي مثلا بكون هذا الاشي حطيت سبان ريف ريل سوري ريل يعني ريليشن هاز اوردر. هذا الاشي هاز اوردر، هذا جوا اتش تي ام ال لسه اليوزر ما بيطلعش ديسبلاي، هاي تاكس باختصار. بعدين
بلشت كمان مره قلت سبان تايب اوف بيرسون اللي بتحكي عنه هذا يعني قلت هذا الشيء له مؤلف هذا المؤلف سوري له مؤلف الطيب تبع المؤلف تبعه شو هو بيرسون مزبوط اليو ار اي تبعته تبعت هذا المؤلف هاي بروبريتي ايكوال فوف نيم تبعه مصطفى جرار هلا بورجيكم مثال طريقه ابسط تخيل انه عندك انت هاي هاي اتش تي ام ال ماي نيم از جورج موسى ماي فريندز كول مي جينو اي ليف ان نابلس بالستاين اي وورك از ان انجينير ات بيرزيت يونيفرسيتي ديف بال اتش تي ام ال شو بيطلع تكست منين بال اتش تي ام ال بيطلع تكست هذا هاتوا ايش نعمل انوتيشن العربي يعني هتنوسم بعض الليبلز انا بدي اقول انه او هذا الاشي شو فبقول ماي نيم از سوري سوري اول اشي ديف انا بدي احكي عن اشي هاي الديف داخل ال... داخل الديف هاي شو كتبت اكس ام ال ان اس في ايكوال اتش تي تي بي كذا 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 شو يعني يعني هاي في هاي نيم سبيس V هذا time of person يعني أنا بدي أحكي عن إشي الطايب تبعه إيش person وكمل كتابي بعدين أو الكيت هلا الكيت هاي بدي أنا أحط هاي الشغلة بين تو تاج بين تاجز أقول هاي الشغلة هي name بس عن مين بحكي انا لا انا جوا الدير عن مين بحكي عن هذا عن الشخص اللي انا داخل الدير اللي بحكي عنه فانا بحكي عن بحكي عن انت تجاه هلا بقول هاي فبفتح التاج هاي وبسكرها هون فاللي بينها جورج موسى هلا لاحظ لما نظهر الاثنين اللي هذول بظهرين بظهرنش بتظهر هاي زي هيك بس البرنامج جوا بيعرف انه هاي اسم اللي قاعد بحكي عنه My friends call me Gino. بعدين بفتح ك Gino بدي أعلمها بدي أوسمها بدي أعملها annotation. بقول Gino she nickname. I live in Palestine in Nablus / Palestine. I work as an engineer at. هلا بعدين إيش قلت إيش affiliation. شين affiliation تبعته هذا اللي بنحكي عنه. بيرزيت يونيفرسيتي طيب كيمو هذا الخط هذول كيموهم نرجع هذا الخط صح؟ هذول اصلا بالهرنش هني على البراوزر زي ما قلنا على الويب بيج هذول جوا في الاتش تي ام ال صح؟ يعني لما البراوزر بيعمل اكسكيوشن بدل الهرنش فهذول عباره عن توسيمات انوتيشنز لبعض الداتا اللي عندنا بهذه الطريقه انا قاعد بساوي بوسم الويب سايت تبعتي تفضل النيم سبيس بستخدمها دائما هي نفسها هاي ولا غيرها؟ نيم سبيس في صح؟ فوق ايش؟ دائما بستخدم هي نفس اليو ار ال هذا ولا بس حسب شو بدي انا سكيم اللي عندي؟ لا لا اللي عندك انا هون الاختصار سميته الاختصار اللي بدك اياه بدي اعمل سكيم لي اللي بدي اياه يا طبعا اسمع انت وكانك كان مشتري ار دي اف كل اللي تعلمته بالار دي اف طبقه يعني هون انا ما استعملتش زي المثال الثاني هون شو سويت؟ مثلا سبان تايب اوف فوف بيرسون وهاي اليو ار ال تبع هذا البيرسون وهاي فوف نيم مش الفي نيم زي ما انا استعملت حر انا واضح؟ على فكره يعني انا عندي تخيلوا نود الها تخيلوا نود اعطيها يو ار ال الها نيم جورج موسى الها نيك نيم جينو الهافيليشن بيرزيت يونيفرسيتي على فكره بيرزيت يونيفرسيتي هون سترينج ليترال صح؟ تطلع فرد انا كلاس جوا كلاس يعني حطيتها عندي هذا كل الحكي حكيته هو هذا شرح للحل حكي اللي حكيته تخيل بدي اقول ماي هوم بيج از فشو بساوي انا؟ ماي هوم بيج از
بدك تقول www.zabbel.com. فشو بتساوي؟ بتحط rel equal vuri. هلا بدنا نرجع هون. هون شو هاي استعملنا؟ وهون وهون بروبرتي. بروبرتي يعني وكأنه أنا البروبرتي بين URI وليتر. طب من URI لURI ريل 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 لاحظين ريل يعني وكأنه هذيك ذات طيب بروبرتي وهاي أوبجكت طيب بروبرتي. فمثال شو اللي بدي أقول كمان نندحك عن نابلس. هذا المثال نفسه السابق بدي أقول إنه أنا بدي أحكي إنه أنا بالستاين ونابلس بدي إيش أسوي فيهم. أنا ده شو بسوي فيهم؟ أنا بدي أحكي عنهم إنهم هم مين؟ يعني أعملهم توسيم. بس هون التوسيم بتعمل التوسيم بتقول إنه هذا الإشي إلو سيتي اللي بحكي عنه هذا الإشي إلو سيتي وإلو كنتري. أنا مش هيك بتقول. أنا بقول هذا الإشي إلو أدرس. الأدرس بتكون من أو طالع منه كذا نابلس وطالع منه بلستان. من يوار آل لا يوار آل ومن يوار آل من يوار آل فبكمل. فلما بقول I live in طلع على فكرة I live in نابلس كوما بالأزرق هذا بلستان I work as طلعوا بالأحمر هاي إضافة اللي عملتها. فأنا بقول له span rel شو العلاقة هلا بين الإشي اللي بحكي عنه في الدير اللي قاعد بحكي عنه في الدير وشو الإشي العلاقة بينه وبين اللي بتحكي عنه هلا العلاقة أدرس عندي entity و entity والعلاقة واسم البروبرتي إيش اسم الريليشن أدرس الأدرس سوري مش هلا الطيب تبعها أدرس هاي الحالة هلا هذا الشيء له بروبرتي. الشيء اللي هو الادرس له بروبرتي. شيء له بروبرتي انه له سيتي اسمها نابلس وله كانتري اسمها بلستان. لاحظين هلا وكانه انا قلت في شيء هاي فارغه على فكره انا ما اعطيتش ورقه بس عم بقدر اقول بيت تبعي في المثال اللي انا سويته هون في المثال اللي سويته لكم اياه في الويب بيج تبعتي هون ها ورجيتكم انه لما جيت حطيت هاي اتش ريف حطيت اليو ار اي تبعها. لو ما تحطش تطلع بنسميها بلانك نون بلانك في اشي لسه مش لاقي اليو ار اي. تايب اوف بيرسون نيم جورج موسى النيك نيم جينو الادرس هذا الاشي له الادرس هذا الاشي له الطائر تبعه ادرس سيتي نابلس والكنتري بالستان وهي الافليشن بيزيد زي ما قلت لكم زي الانترنت. بس ممكن كمان هاي اكمل واقول واحط لها الورقه تبعتها زي ما قلت. باختصار بعطيكم انتوا عندكم تكست وبتوسموه بطريقه بيطلع ار دي اف. ها هلا للي بده يجرب في شيء نسميه RDFA distiller. شو يعني distill؟ أيوة مصفي. يعني إشي بتدخل له يتحط له اللينك تبع الويب بيج تبعتك طلع لك RDF. مش RDFA بيطلع لك طلع لك RDF طلع لك RDF. تخيلوا حالكم المارك شيت تبعتكم اللي جدول كشف العلامات كتبتوه بجدول على انترنت تحطوا جوا RDFA دخلوا هاي يطلع الجراف. ها يطلع الجراف. هلا على فكره هذا الكلام جميل بس احنا حنسويه بايدينا هلا مش معظم الويب بيجز
معمول لها دايناميك ويب بيج، ما هي عارفه دايناميك ويب بيجز والكونتنت تبعها بيطلع دايناميك، يعني في برنامج بيعمله جنريت. شو بالزام بس لما نعمل جنريت نضيف هذول التاكس، تحول الانترنت من انستراكشر لستراكشر وقرا. جميل. طبعا مع فكره الاوبن لينك داتا بيطلع كل الويب جراف واحد، صح؟ ويب اوف انتيتيز مش ويب اوف دوكيومنتس. ذكرني اجاوب على هذا السؤال. عاد بقول طبقوه بريطانيا، خليني اجاوب على هذا السؤال بس شوي زياده. طيب تخيلوا انا مثال، هذا يوز كيس جوبز دوت بي اس. دائما بضرب هذا المثال جوبز دوت بي اس، تعرفوها صح؟ شو بيساووا هذول الجماعه؟ معطيني واحد موظفين ناس بيضلوا يشوفوا اعلانات الشغل ويحطوها على الموقع تبعهم. الحالة قدامهم تيجي مثلا بيل زيت تعلن عن الناس، بروحوا هم بيفحصوا مانيوالي بياخذوا البيانات هاي وبحطوها في الموقع، صح؟ طبعا هذا الشيء سكيلبل يعني مستحيل يعني يقدروا. تخيلوا لاقوا هاي الويب بيجز مكتوبه ايش؟ ار دي اف اي. شو بصير؟ شفتوهم حطوهم، صح؟ شفتوهم كلهم وجبوهم فكان داتا بيس وخلاص صار جراف وعملوا عليه سيرش. تخيلوا كيف الانترنت؟ اجاوب على سؤال، هل في ويب بيجز في العالم كثير مكتوبه ار دي اف اي؟ بصراحه اه، بس برضو لسه المشكله مش في كتابتها،